أروى استنى، صاير شي ما بعرفه. أنا طلعت من الموت، ما بيكفي. ألو دكتور، جود معك، ممكن نحكي؟ عملنا اجتماع ودرسنا حالتك بالتفصيل. لو سمحت دكتور احكي وبسرعة. خطورة العملية كل يوم عم تزيد، لازم نعمل العملية بأسرع وقت ممكن. ما عندي مشكلة، إمتى ما بتحب أنا جاهز. معناته بعد يومين. هالخبر كتير حلو، أنا كمان مستعجل. ما فهمت. عم قول بدي أتجوز دكتور، بس عندي وعد لازم أخده من العروس قبل هالعملية.